السلام عليكم. النهار تاع نويوا درنا بيفواك اليوم، غادي نديرو بيفواك في النو في وسط النو اللهم اغثنا. ايوا تقييم اولي 2022 وكان في غابة المسيلة الموجودة في ولاية وهران. تابعوا معنا الفيديو كله تشويق، ستشاهدون كيفاش قدرنا نديرو بيفواك في هذه الغابة والأمطار. تابعوا معنا كله تشويق. غادي نديرو هنايا الزيت غالي، بطاطا غالية، قاعدين لنا كوتيزاسيون باش جبنا هذا الحشا. على بالكم وحدة جابت ثلاثة وحدة جابت ثلاث حبات، صح؟ حنا معنا بنوتة سموها سيرين، أنا فلفلة مشوية والدنجال مشوي. بيفواك تاع النو كاع هكا مراطوش. Ah oui, le cooking en bivouac, il est primordial. J'ai la bête de mena. Alors, la deuxième partie, c'est les potatoes. Non, 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 c'est des flashs. Tu l'as dit la torche, ça y est. Dis-le que faut Je t'ai pris, Bente. C'est où la haka? Sahar Shekoum. صحاح شيكم. الوغ لا فوغي دو امسيلا، ان بيفواك مع الحباب والعائله. هنايا ما يحلاش البيفواك بلا ما نطيبو، سورتو الطياب تاع اللي العقو. غادي هنا جماعه كيما موالف العاده، لا فيونت هم يحمو في الخبز. الله يعاونكم. هنا يا لا بارتي بريباراسيون، هنا يبريبارو كل واحد شراه يبريباري. حتكم ويري شاك طيب اسكالوب مع الشطومه، اسكالوب مع لي فريد، مع لي فريد. يا باي باي. هادي ماكله تاع دار، هادي هذا اللحم محمر مجمر الشامبينيون لاصوص بلانش. داكور لاصوص شامبينيون لاصوص. هادو راهو معمرين هادو؟ صح. لو كوردون بلو هذا، سي دو كوردون بلو. انا حسبت اللحم باللحم. كوردون بلون والشامبينيون. شوفوا 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 يا ناس، هيا ها ما شاء الله. بيان هذا سي الكوردون بلو. شوفوا في البيفواك كوردون بلو بالشامبينيون. حبو كي عندك كوتو؟ كوتو كوتو عندي. غادي نشوفوا على الانتيريور. هادي ان دي بارتيسيبونت جداد. مرميطة مشخشخة، مرميطة بطاطا دجاج. على الجمر، على الجمر. الله يبارك. هنايا طياب على فوغي دو مسيلة. شوفوا فاطمة درتكم طاجين بالزيتون والدجاج وفيونداشي. الله يبارك. هذا شنو ولا دار؟ سي كون سا؟ دانت. يا سلام. صحا شاكم طويلة رقم ستة وقيلة ولا رقم سبعة. تعشينا والحمد لله، والان السهره بدات، سهره الفوغارو والمارشميلو والشاي على الجمر اللي دارها لنا اخونا حسين. كلنا كاع فرحنا، والان نخليكم مع الاغنيه الترقية الصحراويه. يلا معنا. توجو شعره ما
سارة زوجك ميزو تامن هذا سارة زوجاتك معروف فدوة فدوة فرصة بتاعك ميزو غير فدوة لي قرب شوية ماشي ملو دخان تبقى النار هي سهرة لوغارو ديوبا نكملوا الاولى مع ايمن بيبقوا زوج بيبقى ديب واحد جو باس بون السلام عليكم انا عجبني الاناليز تاع ساره كي قالت لي عبد الرحمن قالت لي الاتاكو عبد الرحمن وزاد كونفيرمت لي عبد الرحمن وزادت كونفيرمت لي ايمن تما وخرجت فيكتيم الاخرى تما اوتوماتيكمون غادي نديرو على ساره غادي نروح مع كل واحد وكيفاش حلات له السهره وانا حلات لي السهره بهذاك السكون والصور والاسترخاء مع اصوات الذئاب وصوت الطبيعه نخليكم تتاملون وكيما هكا كملت السهره وعلى الرابعه صباحا عاود الشتا صب ماكن الحمد لله صبحنا بالخير عليكم بونجور صباح الخير وغود مورنينغ في غابة المسيلة وكما راكم تشوفوا خونا هواري اصبح هو الاول وشعل النار مكان النار ونشعلو وانا كيما العادة والعوايد درت لهم هذيك القهوة وهذاك فطور الصباح اللي كان ألد ومن أطيب فطور الصباح في البراري خليكم تشاهدوا معنا هذه الصور من الطبيعة
صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبالف خير. نهاركم جميل وصحي من البريه. سميره في البريه. Have a nice day. كملنا الفطور تاعنا تاع الصباح، تماك رحنا دخلنا حديره غابه المسيله بوهران، وبدينا الروندوني تاعنا من اجمل جولاتنا للمشي على الاقدام في الصباح الباكر. كانت والله متعه، استرخاء واكتشاف، وكل واحد استمتع بطريقته الخاصه، بلا ما ننساو ذلك الاماكن الجميله. ونزيدكم حاجه، لقيت لي زاسبيرغ هما السكوم، وديت واحد القبضه تاع السكوم. تلاقينا في واحد البيت الكوخ، كيما حنا الكوخ قاعد فيها واحد الانسان يحب الطبيعه، كان عنده الدجاج تاع العرب. دينا الدجاج تاع العرب ودينا سكوم، ودنا لكم افطار بالبيض والسكوم. كملوا معنا الفيديو، ما تنساوش الجيم واللايك اذا اعجبكم هذا الفيديو، تعليقاتكم تهمني. اتجهنا الى مكان التخييم بعد ما دمناج فيها جولة كما راكم شاهدتو، والقبطة تاع السكوم درته بالبيض. درت لكم واحد البلا مزوقي هبل، كما تعرفوني نبغي نطيب في البراري في وقت التخييم. ومن ثم افطرنا، لمينا ادوات التخييم، ونظفنا المنطقة اللي كنا فيها. وكان نصيحة من عندي، وكما راكم تشوفوا القناة نتاعي حول الرحلات، التجوال، السياحة الداخلية في الجزائر، نتمنى لكل العائلات يسيو هذه متعة التخييم مع العائلة أو مع الجروبات أو مع الأصدقاء. متعة لازم تكتشفوها بأنفسكم، منعي كي نحكي لكم عندها متعة خاصة. كما راكم تشوفوا العائلات اللي كانوا معنا، كان كاين وقت اللي لموا فيهم الأشياء التخييم تاعهم، وقاعدين كل واحد يلعب كما حب. كاين اللي أخذ صور، وغادي تشوفوا سميرة بساكادو وأدوات التخييم تاعها متجهين إلى الحافلة. أتمنى باللي هذا الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله تسيوا هذه التجربة التخييم. دمتم سالمين، دمتم أصحاء. إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة. سميرة صديق من الجزائر لتشجيع السياحة الداخلية والتجوال في الجزائر. مرحبا بكم في الجزائر.